أعزائي طلاب وطالبات سنة أولى إعدادي، أهلا بيكم. معاكم مستر وجد نبيل، مدرس لغة إنجليزية. يسعدني أن ألتقي بكم والفيديو الثالث في الوحدة الخامسة. هنستعرض مع بعض إن شاء الله الدرسين الخامس والسادس، وبنهاية الفيديو ده هنكون كده عملنا 15 فيديو للوحدات الخمس السابقة. أتمنى يكون الفيديو ده يعجبكم إن شاء الله، وبعد كده هيتبقى لنا الوحدة السادسة، هيكون لها شرح في ثلاث فيديوهات منفصلة إن شاء الله. نيجي نشوف مع بعض الكلمات الخاصة بالدرسين الخامس والسادس. عندي شورتس. شورتس يعني بنطلون قصير، اللي بنقول عليه شورت يعني. طبعا لاحظ ان هنا في وجود الاس، لازم تبقى موجودة اس. شورتس بنقول شورتس ار. ايميل، ايميل يعني رسالة بريد الكتروني. الاي هنا اختصار الكترونيك. الكترونيك ميل يعني بريد او رسالة بريد الكتروني. ايس كريم، ايس كريم اللي هو الايس كريم، طبعا بالانجلش ايس كريم. دي طبعا ان يعني ناون. عندي بعد كده ثياتر. ثياتر يعني ايه؟ مسرح. طبعا متفقين الان هنا بتبقى ايه يعني ناون. عندي بات، بات يعني خفاش، وممكن بات تيجي بمعنى اخر برضو يعني مضرب مثلا يعني. عندي ميوزيوم، ميوزيوم يعني متحف. عندي لايت، لايت يعني ضوء او اضاءه. عندي ذا ايفل تاور، ذا ايفل تاور دي برج ايفل في فرنسا. النطق السليم ذا ايفل تاور، ذا ايفل تاور. لما بننطق بعض الكلمات بيبقى ليها نطق انجليزي قد يكون غريب عليك شويه، لكن هو ده النطق بالانجلش. وبالعربي بقى ممكن ايه بيبقى يختلف قليلا في النطق الكلمه نفسها. يعني احنا بنقول ذا ايفل تاور بالانجلش، وهنا برج ايفل لما نيجي نقولها بالعربي. عندي ساين، ساين يعني لافته او علامه، وهنا الجي سايلنت. عندي اكسايتنج، اكسايتنج يعني مثير او مدهش. طبعا الصفات اللي تنتهي ب اي ان جي تصف اشياء، والاي دي اكسايتد مثلا تصف اشخاص. عندي انترستنج يعني شيق. انترستنج برضو صفه منتهيه ب اي ان جي. عندي جريت، جريت يعني عظيم، جي ار اي اي تي، لكن عندي جي ار اي اي تي اللي هو جريت يعني يحيي. عندنا الكلمات المهمه برضو. عندي ريسبونس، ريسبونس يعني رد، ريسبونس يعني رد. بوست كارد، بوست كارد كلمه واحده اللي هي يعني بطاقه بريديه. عندي رول، رول يعني قاعده، رول يعني قاعده، زي ما خدنا قبل كده سكول رولز يعني القواعد المدرسيه. طبعا في كلمه اسمها رول، رول يعني ايه؟ دور. رول يعني ايه؟ دور، زي ما قلت تو بلاي ا رول يعني يلعب دور مثلا في كذا. عندي الفيموس بليسز اتقابلنا في الدرسين الخامس والسادس. عندي ذا ساينس، ذا ساينس ميوزيوم يعني متحف العلوم. عندي ذا ريفر سين، ذا ريفر سين. النطق الكلمه دي حبايبي سين اللي هو بنقول عليه نهر السين في فرنسا. في مدرس الدراسات عادي مش مشكله، ممكن يقول نهر السين، نهر السين، بقول براحتك، لكن بالانجلش ذا ريفر سين. اهم حاجه انك تقول بالانجلش سين، هو قالها او انت تقولها. نهر السين ماشي، نهر السين ماشي، ده بالعربي، لكن بالانجلش ذا ريفر سين. بعد كده لوكسمبورغ جاردنز، حدائق لوكسمبورغ، لوكسمبورغ جاردنز. عندي بعد كده ذا لوفر، ذا لوفر اللي هو متحف اللوفر برضه في فرنسا. عندي ذا فالي اوف ذا كينجز، ذا فالي اوف ذا كينجز وادي الملوك في الاقصر في مصر. عندي كلمات الدرس الخامس. عندي emotion، emotion يعني عاطفة أو شعور، عاطفة أو شعور. عندي repeat يعني يردد أو يكرر، حاجة بتتكرر يعني. عندي tourist، tourist يعني سائح، tourist يعني سائح. عندي sentence، sentence يعني جملة. happen، happen يحدث. طبعا الـ ed هنا يعني بنقول إن الماضي بتاع happen happened. بعد كده expression، اكسبريشن يعني تعبير. عندي بعد كده ويندي، ويندي يعني جو عاصف او جو به عواصف يعني ويندي، لكن ويند نفسها يعني الرياح. ويند يعني ايه؟ الرياح. بعد كده عندي بوت تريب، بوت تريب. طبعا لاحظوا البي والبي لما بنيجي ننطق الكلمات حبايبي اللي هي فيها البي والبي، برضو لاحظ النطق السليم وحافظ على نطقك الكويس جدا جدا جدا. عندي دي بوت تريب، بوت تريب.
عندي بعد كده ساندلز. ساندلز اللي هو ايه؟ الصندل او الحذاء المفتوح اللي هو بنلبسه فين؟ في الصيف. عندي play، play as a noun يعني مسرحية، a play يعني مسرحية، plays يعني مسرحيات. عندي بعد كده follow، follow يعني يتبع، لما أقول لك follow me يعني اتبعني. عندي pity، pity يعني شفقة، pity يعني شفقة أو عطف. عندي بعد كده number lesson 6 closed، closed يعني مغلق أو مقفول، closed جاي من close وبعدين أحط ed دي فقط وتبقى بتستخدم كفيرب يعني أغلقة أو an, as an adjective يعني مغلق. عندي greeting، greeting يعني تحية، اتفقنا من شوية أن كلمة greet يعني يحيي. بعد كده art، art الأعمال الفنية أو الفن أو حصة التربية الفنية كمان. عندي بعد كده signature، signature يعني توقيع. عندي حبايبي كلمة لغاية هنا يعني sign، sign يعني علامة أو إشارة، في حالة إذا كانت علامة أو إشارة فهي الجي بتبقى ايه؟ سايلنت. لكن لو انا كملت الكلمة الاخر بتبقى الكلمة نطقها سيجنيتشر، سيجنيتشر يعني توقيع، اللي بيبقى في التوقيع في اخر رسالة مثلا او اخر حاجة كده او في ايميل بيبقى سيجنيتشر. بعد كده هيدر، هيدر اللي هي رأس الصفحة اللي هو الجزء اللي من فوق من الصفحة يعني. عندي كلمة باس، باس يعني يمر او يمر على. when I go to school I pass مثلا the supermarket or a supermarket مثلا. عندي signature، signature يعني توقيع، هو عادة هنا مش عارف ليه هي هي. عندي بعد كده continue، continue يعني يستمر بتساوي ايه؟ go on. عندي بعد كده Ramses station، Ramses station يعني محطة رمسيس في القاهرة. طبعا المسميات دي طبعا capital R capital A S. بعد كده tickets، tickets يعني تذاكر، ticket واحدة يعني تذكرة، سنجل تيكت يعني تذكرة ذهاب فقط، ريتيرن تيكت يعني تذكرة ذهاب وعودة. عندي كافيه، كافيه از ناون يعني كافيتيريا او كافيه او مقهى. عندي كلوزنج، كلوزنج يعني خاتمة، او مثلا بنقول على حاجة اسمها كلوزنج سنتنس يعني جملة بختم بيها مثلا لما بكتب الايميل. عندي سندر، سندر اللي هو الراسل، الراسل يعني ايه؟ سندر. طبعا عندي سند يعني يرسل، وعندي لما اضيف ER للفعل بيبقى الشخص الذي يقوم بفعل هذا الشيء، زي كلمة send يعني يرسل، sender يعني راسل، read يعني يقرأ، reader يعني قارئ، write يعني يكتب، writer يعني كاتب. عندي topic، topic يعني موضوع، topic يعني ايه؟ موضوع. نيجي بعد كده عندي important expressions and prepositions، طبعا دي بيبقى مهمة في كل ايه وحدة. عندي how exciting، how exciting يعني كم هذا مثير، كم هذا مثير، ده طبعا تبقى expressions. oh dear، oh dear يا للهول، يا للهول. oh no، oh no يعني لا. عندي wow، wow يا للروعة. عندي see you soon، see you soon أراك قريبا، طبعا بتبقى في نهاية الخطاب أو الإيميل. عندي walk on the grass، walk on the grass يعني يمشي على الحشائش، لاحظ استخدام حرف جر on، بعد كده grass uncountable noun طبعا يتعامل معاملة المفرد. عندي that's interesting، that's interesting هذا مثير للاهتمام او هذا حاجة كويسة. عندي بعد كده take turns، take turns يعني يتبادل الأدوار، لما يكون مثلا المستر بيشرح حاجة في الفصل وعايز يخلي الناس بتجاوب أو طلبة تجاوبوا بدور يبقى they take turns، take turns يعني يتبادل أدوار. عندي بعد كده back from، back from يعني يعود من، يعود من إذا كانت إيه هتبقى كverb بعد كده. عندي for example، for example يعني إيه على سبيل المثال. عندي بعض التعبيرات برضو expressions اللي تهمني. عندي best wishes، best wishes يعني مع أطيب التمنيات. عندي have a view of the city، have a view of the city يعني يطل على المدينة. عندي on the river، on the river يعني إيه في النهر. عندي what a pity، what a pity يا لا للحسرة، يا للأسف، هنشوف هنستخدمها إزاي في جمل choose. عندي how interesting، how interesting يعني إيه يا له من شيء شيق. عندي go on a boat يعني يذهب في رحلة إلى أو يذهب في رحلة مستخدما القارب. عندي on the top، on the top يعني على قمة، on the top،
of the mountain مثلا على قمة الجبل. عندي next to يعني بجانب أو بجوار بتساوي ممكن نقول عليها beside. عندي give examples يعني يعطي أمثلة. give me an example يعني أعطيني مثال مثلا. bath or bath time اللي هي وقت الايه وقت الاستحمام. عندي بعد كده general notes on reading الأجزاء reading علشان احنا مش بنقرا الجزء reading كامل فبنحاول نغطيه في معرفة الكلمات ومعانيها وبعد كده ناخد أمثلة عليها لأن لو قرينا جزء reading نفسه هياخد وقت أطول من اللازم. بعد كده عندي هنا back back يعني ظهر إذا كانت noun لما تيجي تقول my back hurts me my back hurts me يعني ظهري بيوجعني وطبعا بنستخدم فيها present simple المضارع البسيط. عندي be back be اللي هي قد تكون verb to be am أو is أو are was or were. طبعا هنا عندي verb to be يعني عندي am بتستخدم هنا كصفة احنا قلنا نستخدمها كverb أو كصفة يعني ممكن صفة كأن أنا أقول أنا عائد من الأجازة أو راجع من الأجازة بتقول I am back from my holiday in Paris I am back from holiday in Paris يعني أنا راجع من أجازتي اللي كانت في فرنسا باريس. عندي number two break break يعني قد يكون لها معنيين مختلفين. عندي break يعني فسحة as a noun. I have breakfast at break يعني بتناول هنا have بمعنى تناول. breakfast at break يعني في وقت الايه في وقت الفسحة. إذا كانت break as a verb يعني يكسر عندي break يعني يكسر as a verb والماضي بتاعها broke B-R-O-K-E. عندي حسن broke the window while playing football علي حسن كسر الشباك while playing while يعني أثناء اللعب بكرة القدم. عندي from to from a place to another ممكن من from مكان إلى مكان آخر بنقول من إلى. طبعا الاس بي يعني students book الجزء ده خاص اللي موجودة في students book. I traveled from Cairo to Aswan I traveled from Cairo to Aswan يعني سافرت من القاهرة إلى أسوان. عندي حاجة مهمة جدا 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 هنا وسهلة خالص. عندي الفرق بين get on و get into و get off. عندي ثلاثة قد يكونوا متشابهين ولكن في المعنى هنشوف مع بعض. عندي get on يعني احنا بنقول بيركب مواصلة بس بيدخل المواصلة دي ايه واقف يعني get on the bus مثلا get on the train وهكذا. يبقى تقول I got on the bus ماشي I got on the train ماشي يبقى دي مواصلة بتدخلها واقفا. طب مواصلة أنا صغيرة هدخل أقعد هتدخل تقعد ماشي مباشرة يبقى get in get into get into يعني يدخل أو يركب مواصلة صغيرة. I get into the car I get into the taxi مثلا أنت بتدخل المواصلة دي بتدخل وتقعد فيها تركب المواصلة إيه صغيرة لكن الأولانية كانت تدخلها واقفا. عندي get off طبعا دي أسهل get off بينزل من مواصلة سواء كانت مواصلة كبيرة أو صغيرة. She got off the bus and went home يعني هي نزلت من الباص وروحت البيت. ما تيجي يا مستر وجدي ناخد شوية تدريبات بقى. عندي choose the correct answer from A, B, C or D. choose اختار طبعا هيجي لكم حبايبي 10 جمل في الامتحان 3 يخص الجرامر و10 و7 خاصين بالفوكابولري الكلمات. نمبر 1 تيجي نحل مع بعض. My cousin sent me her space when she traveled to Paris. Her photo is so nice. يعني بنت عمي او بنت خالي بعتت لي اللي هي her هنشوف ايه من الاختيارات تي شيرت glasses postcard tickets when she traveled to Paris لما سافرت باريس her photo والصورة فيها كويسة جدا. طبعا هنقول هنا الاختيار الصح هو هنا postcard يعني اللي هو الكارت ايه المعايدة. عندي number two what does this space mean it means no smoking اللافتة او الحاجة اللي بتكون ممكن تكون موجودة في مستشفى او في مكان معين بتبقى ممنوع للتدخين دي بنقول عليها لافتة او علامة او بنقول هل هي song
هل هي ساين جي سايلنت زي ما اتفقنا؟ عندي ايميل، عندي سنيل. طبعا سنيل اللي هي الحلزونه، او هتبقى في اكله معينه في فرنسا هنشوفها بعد شويه. طبعا هنا what does this sign mean، العلامه دي او الاشاره دي معناها ايه؟ what does this sign mean. write your number 3 write your space at the end of the email. write your space at the end of the email. انت بتكتب ايه في الاخر في نهايه الايميل؟ هل address يعني عنوان، هل title يعني لقب، هل signature اللي هي التوقيع، هل age اللي هو العمر. طبعا واضحه جدا وسهله جدا دي، يبقى write your signature. signature يعني توقيع. عندي number 4 students should follow the school space regularly. يعني الطلبة يجب أن يتبعوا إيه الحاجات المدرسية؟ هل roles، هل rules، هل rulers، roles، هل إيه roles. role يعني لها معاني طبعا مختلفة، هي بمعنى لفة أو قطعة خبز أو يدحرج أو يسير، لها كذا معنى مختلف يعني. عندي يبقى هنا students follow should follow the school rules. school rules يعني القواعد المدرسية. عندي number 5 space is a delicious food in Paris. عندي snakes ثعابين، عندي snails، snails يعني حلزون أو أكلة دي موجودة أو مشهورة في باريس. اللي راح باريس يا ريت يقول لنا إيه هي بالظبط. عندي sandals اللي هي الصندل، عندي shoes طبعا سهلة جدا هنقول هنا إيه snails، snails اللي هي إيه الحلزون أو اللي هي أكلة في فرنسا. عندي برضو exercise on vocabulary. طبعا الكلمات لها النصيب الأكبر دلوقتي بعد المواصفات الجديدة، بنحاول نحل يعني أكثر التدريبات على اللي هي الفوكابولري. عندي number one teachers should help their students inside the class to space turns. should teachers المدرسين يجب عليهم أن help their students بيساعدوا الطلبة بتاعهم inside the class داخل الفصل to space turns. give turns، make turns، took turns، take turns، or have turns. طبعا خدنا الاكسبريشن من شويه اللي هو to take turns يعني ايه؟ ياخذ اللي هو تبادل الادوار. عندي number 2 space come to Egypt to enjoy the good weather and the great monuments. يعني مين هم اللي بيجوا to Egypt الى مصر to enjoy يستمتعوا ب the good weather and the great monuments. هل هم thieves الحرامية اللصوص؟ لا طبعا. هل tourists السياح؟ هل scientists العلماء؟ هل bats الخفافيش؟ لا طبعا، يبقى هنا tourists، tourists اللي هي ايه السياح. عندي I prefer wearing number 3 I prefer wearing space in summer. بل بفضل ارتدي ايه في الصيف. عندي it's comfortable open shoes اللي هم ايه اللي هي ساندلز، ساندلز اللي هي ايه. طبعا هنا في الجدع بقى يطلع على الغلطه هنا. تمام، هنا هنا المفروض مش اتس، هنا مش ايه، مش المفروض اتس، خلي بالك they are. المفروض هنا ساندلز تعمل معامله الجمع، يبقى ده خطا يعني مطبعي في الكتاب مش من عندي، بس انا لما بشوف خطا انا هي بتيجي عليه جدا 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 الاحظها. it's comfortable open shoes. طبعا طبيعي ان انا اقول they، لان standards هيبقى they، they are. كمان لو it's كان هقول لك it's a or it's an، خليك لماح وذكي كده بقى. يبقى they are comfortable open shoes. معلش نطلع الغلطات، كل الناس بتغلط فخلينا احنا في الصح. number 4 space is said. الحاجة دي بتتقال when you want to do something but you can't. but you can't اللي هي احنا اتفقنا عليها اللي هي ايه what a pity. طبعا عندك واو، عندك what a pity، عندك really حقا، عندك how exciting طبعا يا للشفقة ولا الحسرة، عندك اللي هي ايه b what a pity، what a pity. عندي number 5 Hamdi went to buy rice but the shop was space. حمدي يروح يشتري رز ولكن خلي بالك نطقها رايس كمان، رايس، رايس مش رايز، لان رايز يعني يرتفع او تشرق الشمس مثلا. But the shop was open, closed, clean, favorite. طبعا سهله جدا دي، بنقول ان حمدي راح يشتري رز but the shop was closed. was closed يعني كان ايه مقفول. عندي number 6 my father bought our space at Ramses station.
بتروح محطة القطر بتعمل ايه، محطة رمسيس بتعمل ايه، يبقى my father bought our space tickets trains presents هدايا sports، يبقى طبيعي هنا بتكون ايه، بتكون tickets يعني ايه تذاكر. عندي number 7 the Eiffel space is a famous place in Paris، يبقى طبيعي هنا or the Eiffel her river her museum her tower her garden the Eiffel Tower، the Eiffel Tower اللي هو برج ايه، برج ايفل. Number 8 I am space from my holiday in London، I am space from holiday from my holiday in London يعني راجع هنا من اجازتي في لندن زي ما اتفقنا من شويه قلناها. عندي pack عندي bake عندي break عندي back، لاحظ النطق هنا بين pack واللي هي ايه، وعندي deep back وعندي بريك وعندي هنا بيك يعني يخبز او يطي. عندي هنا I am back I am back اللي هي انا رجعت من اجازتي زي ما الاكسبريشن اللي خدناه من شوي I am back from my holiday in London. عندي number 9 where did you go space space holiday، عندي at عندي off عندي of عندي on عندي in. طبعا ملاحظين طبعا كلمة holiday بتاخد حرف جر ايه on، يبقى هنا ايه on، يبقى where did you go on holiday يعني رحت فين في الاجازة. نكمل اسئلتنا الجميلة. Number 2 read the correct and correct the mistakes in these sentences، طبعا سألني مستر وجدي السؤال ده مش تبع المواصفات، اقول لك ماشي انا عارف مش تبع المواصفات بس انا كنت مجهز لك الحلقة دي طبعا علشان بس بعد ما المواصفات جت يبقى محطوط لك الكلمة تحتها، فانا برضو مش عايزين نبوظ الشغل اللي احنا عملناه، وانا احط لك الكلمات اعتبر الكلمات اللي محطوط تحتها خط انا احطها في نمبر 1 2 3 4 وحل بناء على الخط اللي انا هحطه، احط الكلمه تحتها I saw many things from the، طبعا انا احط لك هنا تحت bottom، هحط لك هنا تحت played، هحط لك هنا نمبر 3 هحط لك خط تحت turning، هحط لك خط في نمبر 4 تحت friend. اعتبر ان هما الخطوط كانت محطوطة تمام، جاوب عشان ما نتلككش يعني. نمبر 1 I saw many things from the bottom of the tower، انت بتشوف الحاجات دي من اعلى او يعني من فوق البرج، يعني عندك يبقى bottom يبقى طبيعي هتبقى ايه، هتبقى top، يبقى هنا ايه top، طبعا انا بكتب بالماوس عشان ما تقولش انا خطي ايه، يبقى هنا top، يبقى I saw many things from the top of the tower. Number 2 my favorite football team played 5-0، طبعا الفريق كرة القدم كسب 5-0، يبقى بدل كلمة played فكر لازم عايز فعل ماضي، يبقى كسب يعني ايه او فاز كلمة ثلاث حروف اولها W بس مش وجدي خلي بالك، يبقى ايه كلمة won، كلمة won يعني كسب او فاز W W O N won، خلي بالك نطقها won كمان نفس نطق won اللي هي O N E اللي هي رقم واحد تمام كده. Number 3 the pupils took turning to sing the song together يعني تبادلوا الادوار، يبقى لما كنا بنقول take turn take turn او take turns يبقى the pupils took turns turns T يتبادلوا الادوار يبقى turns T U R N S يبقى took turns to sing the song together. عندي بعد كده number 4 the people in Egypt are very friend، طبعا friend هنا as a noun ما تنفعش، يبقى انا عايز اقول الشعب مصر ودودين كده ولطاف كده يعني اقول the people لازم تكون دي صفة، خلي بالك صفة هعمل لها ايه، خلي بالك friend يعني صديق noun هتبقى كلمة friendly، طبعا معلش انت اكتبها كاملة عشان دي كبيرة شوية اكتبها هنا وبعدين هتضيف لها ايه ال y ال ايه الواي، يبقى هنا friendly بمعنى شعب مصر شعب ودود، خلي بالك هنا منتهي بالواي، هتيجي تسألني الادفيربز اللي هو الظروف تنتهي بالواي نقول لك ماشي زي slowly زي quickly زي happily والكلام ده كله، ولكن بعض الصفات تنتهي بالواي
بيقول له واي زي فريندلي زي لوفلي. طبعا دي بتبقى صفه لما تيجي هتاخدها في مراحل متقدمه بعد كده في سنه تانية اعدادي او تالته اعدادي، هتاخدها ازاي نتعامل معاها ك as an adverb كظرف. بتقول قبلها in a friendly way، he treated مثلا he treated me، هو اتعامل معايا in a friendly way. in a friendly بتحط in a or an وبعدين الصفه in a lovely way in a friendly way، وتكون في الحاله دي صفه، وبعد كده بتحط way في الاخر، يبقى الاكسبريشن كله بيتعامل ك as an adverb كظرف يعني. يبقى هنا friendly اللي هي الحل الصحيح. بعد كده circle the correct word. number one I want to climb، طبعا be هنا silent. the Eiffel tour or the Eiffel tower، طبعا بقى سهل جدا الدرس دلوقتي، يبقى the Eiffel A tower. number two and we went on a boat or boat on the river. we went on a boat، boat يعني ايه مركب، on the river. عندي number three my family had or gave a wonderful time in Paris. my family had gave a wonderful time in Paris. فكر معايا، يبقى هنا my family had يعني قضوا وقت a wonderful time in Paris. عندي number four I have tickets to see a new play at the، يعني احنا معنا تذاكر علشان نشوف a new play، هنا بمعنى مسرحية جديدة. at the house or at the theater، يبقى التذاكر دي حجزناها عشان نحضر مسرحية جديدة أو نشوف مسرحية جديدة في at the theater يعني في المسرح. عندي حاجة سريعة كده نختم قبل ما نختم بيها، عندي speaking corner talking about holidays، لما تحدث أو تتكلم عن وقت الأجازة. I spend my holiday in، ده بيخدمك طبعا في جزئية الباراجراف، لما تيجي تكتب باراجراف وتلاقي جمل الأشياء دي أو الجمل دي ممكن تساعدك في كتابة جمل جديدة. I spend my holiday in، وتقول المكان. I spend my holiday in Cairo in Alexandria in مرسى مطروح وهكذا. My favorite place is، وبتقول اسم المكان. on holidays my favorite place is هورجادة or شرم الشيخ on holidays. بعد كده I went with، تقول الأشخاص. I went with my family. I went with my friends وهكذا. وبعد كده by تأتي وراها وسيلة المواصلات مباشرة. الاستجابة للأخبار حاجة اسمها responding to news، الأخبار كويسة وحشة على حسب. I went to the beach last week، طبعا هنا really حقا. It was very windy، طبعا هنا windy يعني عاصف جو عاصف. oh dear يا للهول. I couldn't swim although I like swimming، أنا ما قدرتش أعوم بالرغم ما إن أنا بحب السباحة. what a pity يا للحسرة يا للأسف. عندي بعد كده I saw six big dolphins، يعني يا له من شيء رائع، أنا شفت ست درافيل كبيرة. طبعا الرد بيكون بتاعها how interesting how interesting. حبايبي الحلوين كده انتهينا من شرح الدرسين الخامس والسادس الوحدة الخامسة، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. طبعا لو اول مرة تزورنا وتشوف القناة ياريت تشترك معانا وتعمل لايك للفيديو وتشير القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ألتقي بك إن شاء الله في فيديو لاحق وشرح الدرس الأول والثاني من الوحدة السادسة إن شاء الله. مع تحياتي مستر وجد نبيل، my best wishes.